السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد في قناتي فوفا جاست. النهاردة بإذن الله بقالنا فترة كبيرة ما زوقناش كاسات، هنزوق كاسين فرح لأجمل عروسة في الدنيا، ربنا يتمم لها على خير يا رب. وهنعمل برضو هنزوق الصينية. الأدوات اللي احنا هنستخدمها طبعا مقص، مسدس شمع، كاسين وصينية وورد أبيض وورد أسود وخيط أبيض وخيط أسود وستان أسود. هنيجي الأول هنزوق الكاسين وبعد كده نزوق الصينية اهو زي ما انتوا شايفين. دول كاسين أنا غسلاهم كويس جدا علشان ما ينفعش، مش هيتغسلوا تاني طبعا، يعني ما ينفعش يتغسلوا طالما هما متزوقين، فانت المفروض تغسليهم كويس جدا قبل ما يتزوقوا. بسم الله هنبدا. هنجيب دلوقتي الخيط الابيض وهبتدي بكاس العروسه، هبتدي من الحته دي من بعد الكوره، هبدأ ان انا اجيب مسدس الشمع، ولو عندك غيرة يفضل برضو، يفضل في الابيض لكن ما ينفعش الغيرة في فستان العريس الاسود لان هيبان ابيض. وابدأ ان انا اضغط جامد جامد، اسحب الخيط بقوتي كده تمام، واهو انا ما حطيتش شمع غير في الاول خالص، واهو اديني بقوي ايدي تمام زي ما شايفين كده. هبدأ دلوقتي طالما هطلع سنة والمسافة هتبتدي تعلى، لا احط الخيط عشان كل اللي عملته ما يتهدش في ثواني. اهو احط خيط، اهو احط شمع، احط تاني، في الحتة دي هبدأ ان انا احط كتير، ليه؟ الحتة دي مايلة فمهما شديت هيتزحلق الخيط وهيقع، فهبدأ الف الف لحد ما اوصل لحتة معينة ونرجع تاني. وصلت لحد هنا، هبدأ دلوقتي قطعت ورق وردة ابيض، هبدأ ان انا الزق هنا اهو، وفي اللي جنبها برضو على طول، مش هعمل مسافة اهو، هطلع بس شوية بسيطة اهو. تمام عايزاها حاجة رقيقة، هبدأ ان انا الزق كلهم بنفس الطريقة. وعملتهم كلهم بنفس الطريقة، هجيب اللولي وابتدي احط بقى في كل وردة لولاية صغيرة تمام. هبدأ دلوقتي في ان انا اعمل الخيوط اللي زي كده، هملاها لحد هنا، لحد الحتة دي بالخيوط اللي زي كده. عملتها كلها، لقيت ان مفيش مشكلة ان انا ازوق باقي الكاس، وخليت قد كده حتة بسيطة علشان هحط فيه الورد برضو من هنا. اهو بنفس الطريقة بس هرفع لفوق وجنبها على طول، هعمل بنفس الطريقة كله ونرجع تاني. زي ما انتوا شايفين عملتها حوالينها، وحطيت برضو لولي هنا وكده. ده يدوب بس خلص، او ممكن نعمله كمان تاني حاجة كده رقيقة باللولي هنا مثلا اهو،
ده هو مثلا من فوق والحاجات دي بعدين هتتشال لما الشمع ينشف. بالمنظر ده عايزة تحطي مثلا واحدة كده واحدة كده، هنشوف في الاخر. دلوقتي خلصنا من كاس العروسة، هنبدأ نعمل كاس العريس. الخطوات دي الابيض هعمله برضو من هنا لحد هنا بنفس الطريقة ونرجع تاني. للأسف يا جماعة عملت كاس العريس وافتكرت ان انا من الصبح عمالة اشرح واعمل، وافتكرت ان اساسا الكاميرا مقفولة، معلش حصل خير. عملنا زي كده زي ما عملنا في الفستان الابيض لحد هنا، جبت قطعة فوم وربطتها حوالينها دورين داير على اساس القميص، جبت شريطة ستان وتنيتهم في بعض وحطيت وردة وكده زي ما انتوا شايفين، حطيتها هنا ووردة بيضة والمازة وتلات بس ايه خرزات ابيض، والاسود برضو من تحت بنفس الطريقة. وجيت لقيت ان انا ممكن اعمل لها اسود برضو كشكل وكديكور، بتبقى حاجة حلوة وحاجة بسيطة، سهل جدا وبسيط جدا وشكله كمان اشيك. لو عجبتكم الفكرة طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان هننزل حاجات اجمد واجمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.